السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي عنونت: الملك أيده الله يهنئ الرئيس الروسي بالذكرى 75 لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. أمانة العاصمة تنفذ أول حديقة تعليمية بمملكة البحرين في توبلي المانع. تخفيف الإجراءات بمعايير ومضاعفة طاقة 444. ومع صحيفة الأيام والتي أوضحت: وزير المالية إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا. وزير العمل 270 مواطنا مسرحا وتوفير بدائل لهم. الفريق الوطني الطبي حجز كميات من اللقاح البريطاني بالتنسيق مع دول التعاون. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت: اليونسكو تشيد بتجربة مملكة البحرين في تعليم ذوي الاحتياجات. أمريكا الإعلام القطري يحض على التفرقة والطائفية والعنف. وأخيرا وليس آخرا مع صحيفة البلاد والتي نشرت: أول مشروع للاستزراع السمكي بأحواض شبه مفتوحة. ثلاث طلبات لإقامة مصانع كمامات. نشرت صحيفة الأيام أن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة أكد خلال اجتماع مع أعضاء ماليتي الشورى والنواب، أكد أن أولويات التعامل مع التحديات الراهنة هي الحفاظ على العمالة الوطنية ووضع مملكة البحرين في الموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي. لفتت صحيفة الأيام أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان كشف في الاجتماع الحكومي البرلماني المشترك، كشف أن عدد البحرينيين المفصولين بسبب جائحة فيروس كورونا وصل إلى 270 فقط، وأن الوزارة تتابع توفير وظائف لهم. بيّنت صحيفة الوطن أن وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا الدكتور وليد المانع كشف عن وجود خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمركز الاتصال 444 نتيجة لزيادة الاتصالات. بقلم الكاتب محميد المحميد نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان: توثيق مهم لمرحلة وطنية أهم. فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال: رصد وتوثيق الأعمال الوطنية والإنجازات الحضارية والتضحيات الكبيرة والخدمات الجليلة جزء مهم من تاريخ البلاد، يحفظ حق وطن بشكل موضوعي وأمين، كما يحفظ حق أفراد وشخصيات وجهات أسهمت في دعم البلاد في لحظات تاريخية حاسمة وفارقة. اليوم تشهد مملكة البحرين قصة نجاح إنسانية وطنية جديدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهاته الملكية السامية للتصدي لجائحة كورونا. وقد بذلت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله جهودا مضنية في هذا الجانب، كما قدم فريق البحرين أروع وأرفع صور الإدارة الناجحة لأزمة كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وكذلك المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، كان لها الدور البارز في أحد أبرز جوانب التصدي لجائحة كورونا. إلى ذلك بيّنت صحيفة الأيام أن الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون عبد الله خالد الدوسري شارك عبر الاتصال المرئي في اجتماع المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية، وخلال الاجتماع تقدمت مملكة البحرين بمقترح لإبراز جهود وإجراءات الدول الأعضاء في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال مشاركة تلك الرسائل الأعلامية في الحقائب الإخبارية. هذا ونقرأ من صحيفة الأيام أن الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة استعرضت خلال اجتماع كبار مسؤولي الدول العربية المعنيين بملف مواجهة آثار جائحة كورونا على الأشخاص ذوي العزيمة، استعرضت جهود مملكة البحرين في رعاية ذوي العزيمة في ظل الظروف الاستثنائية العالمية. هذا ونشرت صحيفة الأيام في صفحتها الأخيرة صورة تويتر للدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، والذي أشاد من خلالها بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين. لفتت صحيفة الوطن أن استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني أشار إلى وجود فريق مختص لإدارة ملف المخالطين لحالات قائمة. وبقلم سفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية الصينية السفير لي تشونغون نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج، والذي حمل عنوان التضامن والتعاون في مجتمع المستقبل المشترك وتقديم مساهمات صينية عربية لهزيمة هذا الوباء. إن أهم ما تعلمناه من هذه المعركة التي تخوضها البشرية ضد الوباء هو أن السلامة والصحة والتنمية والتقدم لشعوب العالم لم تكن مترابطة وثيقة كما هو اليوم. إننا لم نكن كما هو اليوم مدركين إدراكا عميقا أن كافة البلدان تعيش في قرية كونية واحدة. تتضح تداعيات الوباء في عدة محاور، وتطال الصين والدول العربية بشدة في ظل الظروف الجديدة. إن الجانبين الصيني والعربي بحاجة أشد من أي وقت مضى إلى تضافر الجهود في إقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وتعزيز التضامن لمواجهة التحديات المختلفة في الوقت الراهن وفي المستقبل. يجب على الجانبين حث المجتمع الدولي على التعاون في مكافحة الوباء وضخ طاقة إيجابية قوية في سبيل الانتصار في المعركة العالمية ضد الوباء بمساهمات صينية عربية. نقرأ من صحيفة الوطن أن عضو الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا استشاري الأمراض المعدية في مجمع السلمانية الطبي الدكتورة جميلة السلمان قالت إن وزارة الصحة قامت حتى الآن بعمل أكثر من 494 ألف فحص مختبري، أي ما يعادل ثلث سكان مملكة البحرين. نطالع من صحيفة الأيام أن أعضاء الفريق الطبي الوطني للتصدي لفيروس كورونا أعلنوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس أن مملكة البحرين قد حجزت كميات كبيرة من اللقاح البريطاني الذي من المؤمل أن يطرح في الأسواق في شهر سبتمبر المقبل بالتنسيق مع دول خليجية.
نقرأ من صحيفة البلاد أن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة قالت إن أعمال التشييد في مصنع للكمامات الطبية تجري على قدم وساق، وإن الهيئة تدرس طلبين آخرين من أجل إنشاء مصنعين للكمامات. إلى ذلك، بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم أكد أن الحكومة تقوم بدراسة تمديد الدعم المالي لثلاثة أشهر قادمة يتم توجيهها إلى القطاعات الأكثر تضرراً. نشرت صحيفة البلاد أن استشاري أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة أحمد جمال والطبيبة هالة رضي أكدا لصحيفة البلاد أن الوصفات غير العلمية التي انتشرت منذ بداية فيروس كورونا في وسائل التواصل الاجتماعي تمثل خطورة بالغة على صحة الإنسان، وتسببت بتسممات وحروق في الأنف ومجرى التنفس. نشرت صحيفة البلاد مقالا للكاتب عبد علي الغسرة والذي جاء بعنوان الزواج في زمن كورونا، فإلى هذا المقال. استطاع كورونا أن يؤثر على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية لأنه لم يقف حائلا بين عقود الاقتران والزواج، وقد أصبح الزواج مختلفا كثيرا في زمن كورونا في كل تفاصيله، فقد قرر العديد من الشباب عقد قرانهم في ظل هذه الظروف مع الأخذ بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عقده مع ارتداء الكمامات والتعقيم وعدم دعوة الأصدقاء والأقرباء. آخرون عقدوا قرانهم بدعوة الأقارب والأصدقاء لمشاركتهم فرحة الزواج عبر البث المباشر على الإنستغرام. الزواج في عصر كورونا ليس مكلفا ماديا، فهو لا يحتاج إلى قاعة احتفال للرجال وأخرى للنساء، ولا يحتاج إلى ولائم ولا بطاقات للدعوة، ويمكن أن تحضر وتشاهد حفلة الزواج المختصرة وأنت جالس في بيتك. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرا عن الإرهاب اتهمت فيه كلا من قطر وإيران بالحض على التطرف والعنف. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وسائل الأعلام القطرية تقوم بتقديم محتوى يحض على التفرقة والطائفية والعنف. وكعادتها تتميز صحيفة البلاد بنشر فن الكاريكاتير، فلنشاهد. وصلنا مشاهدينا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، تمنياتي لكم بموفور الصحة والعافية دوما، وأن يكشف الله عنا هذه الغمة يا رب العالمين. إلى اللقاء.